يخفف من وطئته، ما عاوز يقلل من هذه السيطرة، يغير من السبب اللي عمله التوتر ده، بل استسلم له استسلام مطلق، استسلام الضعيف. طب ده عايز علاج على طول، علاج نفسي يعني، ده لازم يطلع يعني، يطلع ويتريض كده حضرتك بقى. هذا يعني ده انسان قفز على النصائح الشخصية اللي هو ممكن يعالج بها نفسه، خلاص ده مش قادر، مش هيعرف يعمل حاجة مع نفسه، يبقى لازم هيحتاج مساعدتنا. ده هيبدأ المرحلة الأولى قبل المرحلة العميقة، هنستعين بالدكتورة أسماء في العلاج النفسي السلوكي، هتبدأ معاها علاجاتها النفسية السلوكية اللي هي دي ملهاش دعوة بالطب، ملهاش دعوة بالعقاقير. جزء كبير جدا من هؤلاء بيبقى كويس جدا، جلسات بقى هي طبعا أدرى بيها، وتقنيات وكذا وكذا وكذا، رياضة بياخد معاها وقت، تقنيات نفسية، علاج نفسي سلوكي أو مرحلة. نعم. الاكتئاب مراحل، إذا في مرحلة بلغ بسيطة. إذا العيان حالته شديدة مرة، حتى العلاج السلوكي، دخلنا بقى إيه في الموضوع العميق، العلاج السلوكي نفسه مش هيجيب معاه نتيجة، لازم يخضع الأول للعلاج الطبي النفسي الدوائي بالعقاقير حتى تتم السيطرة على الحالة النفسية الشديدة اللي وصل لها. بعد كده نروح راجعين لورا تاني، يرجع يروح للعلاج النفسي السلوكي، خلاص بدا السلوكي ده، ما لازم يغير الافكار السلبيه اللي في راسه. ما هو غير التفكير، هو ده بقى دور العلاج السلوكي، دور الدكتور اسلام. العلاج العقاقيري بيؤدي جسديا، الاعراض الجسديه بس بيركن اكتر، بيسيطر على، لان العيان المتوتر ده ممكن يبقى شديد الغضب، ممكن يبقى شديد الذعر، ممكن يبقى شديد الاكتئاب، ممكن يبقى شديد الاثاره، يدور نفسه، يدور اللي حواليه، يدور بعد السكون ده كله ينفجر. بحكي لحضراتكم قصة مثيرة.